ونبقى في غزة. ينضم إلينا من هناك مصطفى السواف الكاتب السياسي، مرحبا بك معنا أستاذ السواف. برأيك ما الذي يقدمه عباس كامل من مقترحات للفصائل ولقناة أو لحركة حماس عفوا تحديدا على علاقة بالملفات المطروحة الآن؟ يا سيدي، أنا أعتقد زيارة عباس كامل لقطاع غزة قد تكون هي الأولى في الفترة الأخيرة بعد زيارات متعددة لوفد الأمن المصري إلى قطاع غزة. هناك ملفات كما تفضل الأستاذ صالح طرحت وتطرح على الطاولة، ولكن أعتقد أن موضوع الإعمار الآن الذي تتولاه مصر ربما يكون هو الملف الأكبر الذي ستوافق عليه كل الفصائل والقوى على رأسها حماس، بعد أن رفضت الطرح الأول الذي كان لإقامة مدينة في المساحة ما بين رفح وخان يونس. اليوم سيتم إن شاء الله وضع حجر الأساس في منطقة جنوب غزة، مدينة جنوب غزة، نعم، مدينة الزهراء، وهذه على ما يبدو أنه تم التوافق عليها. ثم أن العلاقة الآن التي على ما يبدو أنها ستزداد قوة ما بين حماس وبين الجانب المصري والمقاومة، أعتقد هذا أمر مهم، لأن مصر تريد أن تعود مرة أخرى للواجهة. طيب، هل يشجع هذا؟ نعم، هل يشجع هذا ربما الأمة العربية؟ نعم أستاذ الصواف، هل يدفع هذا حماس ربما وهي الحريصة على توطيد علاقاتها مع مصر الآن، هل يدفعها ربما لتقديم بعض التنازلات للجانب المصري في علاقة بهذه الملفات المطروحة، لا سيما التهدئة مع إسرائيل؟ يا سيدي، أنا أعتقد أن مصر، أن حماس لا مانع لديها من أن تكون هناك تهدئة، ولكن على أي أساس؟ إذا كان تهدئة وقف إطلاق النار مقابل وقف إطلاق النار، فحماس ليست لديها مشكلة. أما إذا كان الحديث عن تهدئة طويلة الأمد فهذا يحتاج إلى حل سياسي. هل ستقبل سلطات الاحتلال بالانسحاب إلى ما بعد حدود عام 67 حتى يكون هناك على الأقل ما يمكن أن يقدم للجانب الفلسطيني وهو مشروع سياسي متكامل؟ لا أعتقد أن حماس يمكن أن تقبل بهذا الأمر ما لم يكون هناك تعهد وانسحاب كامل من قبل الاحتلال والعودة إلى حدود عام 67. ولذلك أنا لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يكون، وسيكون هناك هدوء مقابل هدوء. إذا استمر الاحتلال بالحفاظ على هذا الهدوء، أنا في اعتقادي أن المقاومة أيضا ستستمر في الحفاظ على حالة الهدوء. والجانب المصري إذا كان يريد فعلا حلا دائما أو شبه دائم على الأقل، أو وقف لإطلاق النار طويل الأمد، عليه أن يسعى باتجاه الضغط على الاحتلال الصهيوني من خلال الإدارة الأمريكية أو من خلال أدواته التي هو يمارسها الآن. طيب، لا أعتقد بتقديرك أن هناك هذا الضغط بسبب حركة حماس ولا هناك أي تنازل. نعم، بتقديرك هذا الضغط الذي تحدثت عنه، هل هو يوجه أكثر نحو حماس أو ضد إسرائيل، سواء من مصر أو من طرف الأطراف الدولية؟ على ما يبدو الضغط الآن مسلط أكثر على حماس وليس على إسرائيل، سواء من مصر أو من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي عموما. يا سيدي، ليقل ما يريد المجتمع الدولي، ولتضغط مصر كما تريد، وهي تعرف أن موقف حماس والقوى والفصائل الفلسطينية وخاصة بعد عملية سيف القدس تعزز أكثر مما كان عليه في الماضي. ولذلك إذا لم تكن هناك طروحات عملية تقبلها المقاومة الفلسطينية، فلا أعتقد أن هذه الضغوط يمكن أن تنجح. ولذلك إذا كان الكل يريد وقفا أو وقف لإطلاق النار طويل الأمد، عليهم أن يوجهوا ضغوطهم إلى الجانب الصهيوني الذي يعرقل أي حل للفلسطينيين يمكن أن يعطي لهم شيئا من حقوقهم والتي توافق عليها المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية، أكثر من 50 عام، والمجتمع الدولي يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 67، والاحتلال يزيد في مستوطناته داخل الضفة الغربية، بمعنى أنه يرفض الاستجابة للمجتمع الدولي. إذن لابد أن يمارس الضغط على الرافضين وليس على الداعين إلى السلام. نعم. طيب، نتحدث عن مصر وهذه الزيارة لعباس كامل. مصر هي المشرفة على جهود التهدئة، ستكون ربما المشرفة أيضا على جهود إعادة الأعمار على الجانب الإنساني. نسأل هنا، هل مصر في وارد إعادة فتح معبر رفح مع القطاع بشكل دائم أو بشكل بوتيرة أكثر من الحالية، لأن
تقوم بفتح المعبر يعني من حين إلى آخر الآن لظروف خاصة. هل هذا ضمن أيضا الجهود المصرية وهي التي ستقوم بتقديم مساعدات إنسانية لمصر لغزة؟ لماذا لا يتم فتح معبر رفح؟ هل هذا أيضا ربما يكون شرط من أو مطلب على الأقل من طرف حماس والفصائل في القطاع؟ يا سيدي، أعتقد أن السياسة مصالح، واليوم هناك مصلحة كبيرة للجانب المصري في التعامل مع قطاع غزة بشكل واضح وعليه. أنا أعتقد المعبر كان مفتوحا أمام الحركة التجارية وتنقل الأفراد، وربما هذا محدود وليس دائما، لأن هناك عملية إعمار كما نعم. يا سيدي، أنا أعتقد أنه في الفترة الأخيرة كان بشكل دائم على العموم هناك حالة إعمار لقطاع غزة. الجانب المصري هو الذي يتولى هذا الإعمار، أليس من باب أولى أن يفتح المعبر لإدخال كل مواد الإعمار التي تريد مصر أن تبني بها؟ أعتقد أن هذا أمر بات واضحا. وأن الجانب المصري هناك حالات إنسانية نعم، هناك حالات إنسانية، هناك مرضى، هناك مسافرين نعم. يعني يعانون دائما من السفر من وإلى قطاع غزة. هل ستعمل مصر بحكم التطورات الجديدة نعم. على إنهاء هذه المعاناة للفلسطينيين؟ برأيك هل يمكن أن يكون هذا مطلبا مهما من طرف الفلسطينيين في قطاع غزة بالنسبة لمصر؟ يا سيدي، أنا أعتقد في كل جولات وجود الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة كان يطرح الموضوع بشكل واضح، وأعتقد أن اليوم هناك رأس الهرم لدى الكيان ممثل الرئيس السيسي لدى قطاع غزة، إذن لابد أن يعاد تجديد هذا الأمر مجددا. ولا أعتقد أن لدى مصر الآن ربما يكون اعتراض على هذه المسألة، ولكن كل منطقة لها شروطها ولها أدواتها في تنفيذ ما تريد. نعم، شكرا.